فيديو اليوم لكل طالب من مختلف أنحاء العالم لديه الرغبة في تحسين مهاراته البحثية استعدادا لمرحلة الدكتوراه. إذا كنت محب للعلوم والأبحاث وتسعى لتحسين هذه المهارات أكثر والحصول على درجة دكتوراه فيما بعد، فهذا الفيديو لأجلك. لا تقلقوا بشأن العمر أو الجنسية لأنها ليست من ضمن الشروط. فرصة اليوم الحصول على تدريب بأفضل دولة بالعالم، دولة اليابان. تدريب ممول بالكامل لبضعة أشهر في أحد المجالات العلمية البحتة. إذا مهتم شاهد معي فيديو اليوم للنهاية. أهلا وسهلا بكم جميعا في قناة كل يوم منحة، معكم من البوجنير، واليوم في فيديو جديد. فرصة اليوم فرصة تدريب ممول بالكامل في دولة اليابان، مقدم من طرف جامعة أويس. هذا التمويل يفتح مرتين في السنة، والتقديم مفتوح الآن للالتحاق بأكتوبر 2024. كما تعودنا نتحدث عن الشروط قبل المميزات. للتقديم على هذا التدريب ولابد أن يتوفر فيك الشروط التالية: أولاً، أنك تكون تدرس في آخر سنتين لمرحلة الماجستير أو البكالوريوس. يعني إذا كان البكالوريوس أو الإجازة عندك من 3 سنوات، فيجب إما أن تكون في السنة الثانية أو السنة الثالثة كأول سنة لا يمكنك التقديم، أو إذا عندك البكالوريوس أو الإجازة في 4 سنوات فلابد أن تكون إما في السنة الثالثة أو السنة الرابعة. نفس الشيء بالنسبة للماجستير، وليس هذا فقط، ليس شرط أن تكون الآن تدرس بكالوريوس أو ماجستير، حتى إذا كنت حاصل على البكالوريوس أو الماجستير لازال بإمكانك التقديم على هذه الفرصة. وثانيا، بما أن الفرصة تنافسية بشكل كبير جدا، فينتبهون للدرجات أو التميز الأكاديمي. غير مذكور أي معدل، لكن كل ما كان المعدل جيد كل ما كان في صالحك. والأساسي والمهم، لا يوجد فيها شرط العمر أو شرط الجنسية، والتقديم مجاني 100% عبر الأبليكيشن أونلاين. طيب، إذا سجلت في هذه الفرصة وحصلت على قبول، ما هي المميزات التي يحصل عليها؟ الفرصة ممولة بالكامل 100%، سوف تحصل على التدريب بشكل ممول بالكامل. ثانياً، عندك تذكرة طيران ذهاباً وإياباً. ثالثاً، السكن. ورابعاً، النقل داخل البلد، بالإضافة أنك تحصل على راتب أو مبلغ بشكل يومي مدة 5 أيام في الأسبوع بقيمة 15 يورو يومياً، بالإضافة إلى أن هذه المؤسسة سوف تساعدكم في إجراءات الفيزا والتأمين وكل المسائل الإدارية داخل دولة اليابان. آخر موعد للتقديم على هذه الفرصة هو 15 أبريل، والإعلان عن النتائج سوف يكون في أواخر شهر يونيو. والتدريب ممكن أن يكون من 2 إلى 6 أشهر، وتمتد ما بين أول أكتوبر لغاية أواخر شهر مارس 2025. بالنسبة للتخصصات فهي عديدة جدا، كل ما عليك، وحتى أسهل عليكم الأمر، هناك جدول في الموقع الرسمي، وبالتأكيد سوف أترك لكم الرابط في صندوق الوصف. هذا الجدول بمعلومات عن جميع الأبحاث المقترحة، بما فيها اسم المشرف البحث أيضا، وأيضا هل البحث سوف يكون مفتوح للجولة الأولى اللي ما بين أكتوبر لمارس أو في الجولة الثانية، بالإضافة إلى معلومات حول هذا البحث أو الخلفية التي تحتاج أن تكون لديك من أجل إجراء هذا البحث. اطلع على الجدول بشكل جيد، اختر تخصص، وبعد ذلك ابدأ بعملية التقديم. السؤال هنا، هل ينبغي علي التواصل مع المشرف أم لا أحتاج لذلك؟ إذا تواصلت معه يكون جيد، لكن كما تم ذكر في الموقع الرسمي ليس شرط أنك تتواصل مع المشرف أو تتواصل مع الجامعة، يكفي أنك تقدم بشكل أونلاين. طيب، الآن تناسبني الشروط والمميزات، أكيد مناسبة، وحتى التخصص وجد تخصص المناسب. ماذا علي أن أفعل حتى أتقدم لهذه الفرصة؟ أولاً، أنصحك بتجهيز الوثائق الأساسية للتقديم، وثانياً قدم عبر الأبليكيشن أونلاين. طيب، ما هي هذه الوثائق؟ أولاً، نحتاج خطاب نية. خطاب النية له فورم معين، وينبغي أن يكون في 400 كلمة بحد أقصى، تجيب فيه على هذه الأسئلة الثلاث: أولاً، كيف يتناسب تدريب أويست مع مهاراتك الشخصية؟ وثانياً، مدى اهتمامك بالبحث الذي اخترت؟ وثالثاً، كيف سيساهم مشاركتك في هذا التدريب المقدم من طرف أويست في مسيرتك العلمية؟ بالإضافة، نحتاج إلى كشف الدرجات وشهادة التخرج أو شهادة تثبت موعد التخرج. أكيد الوثائق ولابد تكون بلغة إنجليزية، وليس شرط أنها تكون ترجمة محلفة أو ترجمة مصادقة عليها. نحتاج لصورة شخصية، بالإضافة إلى خطاب توصية. خطاب توصية المطلوب المينيموم خطاب واحد، والماكسيموم
ماكسيموم 3 خطابات، يعني إذا استصعب عليك الأمر فعلى الأقل حاول أن توفر خطاب توصية واحد. التوصية المطلوبة هي توصية أونلاين، بمعنى أنك تدخل بيانات الدكتور الذي سوف يكتب لك خطاب التوصية، يعني تكتب الإيميل ومعلومات عنه، والجامعة بنفسها سوف تتواصل معه عبر الإيميل، وينبغي من هذا الدكتور أن يجيب على الإيميل ويرفق خطاب التوصية. طيب ما هي المدة لإرفاق خطاب التوصية؟ يعني آخر يوم لإرفاق خطاب التوصية من طرف دكتورك هو نفس آخر موعد للتقديم اللي هو 15 أبريل. فبالتالي أول خطوة أنصحكم بها الآن هي التواصل مع أحد الدكاترة اللي عندك بالجامعة من أجل صياغة خطاب توصية أونلاين بمجرد أن يتوصل بالإيميل من الجامعة، ويفضل أنك تشوف أكثر من دكتور، تمام؟ والشيء الثاني أنك تبدأ في تجهيز خطاب النية، وكون خطاب النية بشكل محترف وبلغة إنجليزية سليمة بدون استخدام شات جي بي تي، وهذا يفضل. وثالثا أنك تجهز باقي الوثائق وتبدأ بعملية تقديم أونلاين. فيما يخص شرح طريقة التقديم عبر الأبليكيشن أونلاين سوف أشرحها في فيديو منفصل، اليوم استعد فقط لتجهيز الوثائق المذكورة وكون على أتم الاستعداد للتقديم بشكل جيد وصحيح. إذا وجدت صعوبة في تجهيز هذه الوثائق لا تتردد في التواصل معنا، فريق كل يوم منحة يقدم مجموعة من الخدمات بما فيها التقديم على الفرص الدراسية، تدريب، منح، زمالات، وأيضا حضور مؤتمرات، فلا تضيع عليك هذه الفرصة بسبب قلة خبرتك في مجال التقديم. تواصل معنا وسوف نتكلف بكل شيء. زائد إذا كنت مهتم بأي خدمة أخرى أو الحصول على استشارة معي شخصيا من أجل معرفة آخر المعلومات عن المنح الدراسية وأيضا مراجعة الوثائق الخاصة بك وتحديد نقاط الضعف ونقاط القوة لديك، فاحجز معنا الآن. هذه الاستشارة يتم فيها الإجابة عن كل أسئلتك. كان هذا كل شيء بالنسبة لفرصة اليوم، لا تضيعوا عليكم هذه الفرصة الممتازة جدا، سارعوا بالتقديم، آخر موعد هو يوم 15 أبريل. دمتم بخير، صيامكم مقبول يا رب، سلام الله عليكم، إلى اللقاء وأراكم في الفيديو القادم إن شاء الله، مع السلامة.